رسمي فقط، اكو هواي يريدون يدخلون عن طريق حساب اخر، الحساب الرسمي فقط رجاء طلاب. محاضرة اليوم هي تكمل المحاضرات السيستمك باثولوجي، حناخذ اليوم الريسبيراتوري سيستم، اول محاضرة من 5 محاضرات. اليوم راح نحكي على الابر ريسبيراتوري تراكت، تكون هي اول 5 محاضرات، اول محاضرة ابر ريسبيراتوري تراكت، والاربع محاضرات الاخرى على اللور ريسبيراتوري تراكت والكونديشنز. مثل ما تعرفون اخذت الاول بالثاني، الريسبيراتوري سيستم يتكون من جزئين ابر اند لور. الابر يتكون من النيزل كافيتي، سبارانيزل ساينسز، النيزو فارينكس، الفارينكس والابر بارت اوف ذا لارينكس ابوف ذا فوكال كوردز. واللور ريسبيراتوري تراكت يتكون من اللور بارت اوف ذا لارينكس، تراكيا، برونكاي اند ذا لونجز. في اليوم راح نحكي على الابر ريسبيراتوري تراك كونديشنز، محاضره بسيطه ومختصره ان شاء الله. هواي كونديشن صار عندنا بالابر ريسبيراتوري تراكت، الموست كومن هسه احنا بوقت الشتاء، ذا موست كومن هو الانفكشس راينايتس اور الكومن كولد. كنا صار عندنا رشح، كنا صار عندنا احتقان بالشتاء. سيفرال كوزز، الموست كومن كوز هو الفايرال، فايرال انفكشن، فايرال انفكشن تجي تسوي لنا انجري، تسوي لنا انفلاماتوري ريسبونس. واخذته بالمحاضرات مال الانفلاميشن، الكاردينال 5 كاردينال سايز اوف انفلاميشن اللي هي ريد هوت سوولن pain and loss of function. فإذا نطبقها هال features على مصعدنا infection, viral infection بال nasal cavity, red hot swollen, congestion of blood vessels, عندنا congestion, nasal congestion بال nose, بال nasal cavity and the nasal pharynx. يصير عندنا increased permeability of blood vessels, فيصير عندنا increased oozing of secretions of nasal, هال secretions تروح إما ال nasal pharynx بوست نيزل دريب او تطلع من الخشم بشكل نيزل ديسشارج. فنشوف نيزل كونجستشن اكومباني باي باتري ديسشارج كفيتشرز مال انفلاميشن. والمريض لانه الخشم يصير اريتيشن مال النيرف اندينج فيصير عندنا سنيزنج. الثروت يصير عندنا انه كونجستشن وريدنس فيصير عندنا سكراتش دراي سور ثروت. احتمال يصير عندنا بعض الاحيان مو الكل بس احتمال ماليز، ويصير عندنا احتمال سلايت انكريز ان فيفر، مو هاي فيفر slight increase in the fever. عادة تكون self-limiting within a few days recovery. احتمال يحتاج just analgesic or antipyretic decongestant أو بدون أي شيء هو self-limiting with viral course in 3 to 4 to 7 days. Okay. في the first condition هو infectious rhinitis or the common cold. أكو another topic يسموها allergic rhinitis. إحنا قلنا الترمينولوجي مهم. الراينو من الخشم. ايتس خدتوها معناتها انفلاميشن. فاذا كانت انفكشس راينايتس، انفكشس معناها اكو انفكشن، راينو خشم، وايتس انفلاميشن، انفلاميشن اوف ذا نوز كوزد باي انفكشس ايجنت. بينما الالرجيك راينايتس انفلاميشن اوف ذا نوز كوزد باي الرجين. اوكي، الترمينولوجي مهم حتى نفهم شنو. احنا دائما قلنا نحلل الترمينولوجي حتى نفهم شنو اللي دا يصير. فالالرجيك راينايتس من اسمها اكو عندنا allergic reaction antigen يسوي لنا stimulation of the immune system، يسوي لنا antigen antibody reaction، يسوي لنا immune response، راح يصير عندنا allergic reaction يسوي لنا inflammation of the nose. الفيتشرز ما تختلف هواية عن الانفكشس عن viral rhinitis. عندنا ايضا red itchy watery eye لانه اكو congestion واكو oozing، اكو عندنا sneezing and congestion with runny nose، يصير عندنا dry sore throat، وعندنا fatigue هرمونيز. شنو الكوز مال الالرجيك راينايتس او يسموها الهاي فيفر؟ هاي معناتها التبن والفيفر. هسه راح نحكي عليها شويه. الالرجيك راينايتس موستلي افكتس 20% خمس البيبل انديفيدجوالز ماي ديفلوب الالرجيك راينايتس. الميديشن فور ميديتد از ميديتد ثرو ايمونوجلوبولين اي اي جي اي ميديت من ريسبونس. من يصير عندنا انتيجين يصير ريكوجنيشن باي اي جي اي، ويصير عندنا ديجرانيليشن اوف ذا ماست سيلز، ريليس اوف هيستامينز، والهيستامين يسوي لنا تشين رياكشن مع الريد هوت سوولن الفيتشرز مال الانفلاميشن. فهي لهذا يصير عندنا ايديما وارثيما، وبما انه الرجيك رياكشن فاذا راح نشوف ايوسينوفيل ريتش انفلتريت ان ذا ميوكوزا. فقلنا هو الالرجيك رايتس اور هاي فيفر. الهاي فيفر هي معناتها التبن، الهي معناتها التبن والفيفر فيفر، بس هي اثنينها ما تصير. التبن ما يسوي لنا الراينايتس، هذا بس الترم المستعمل بس هو ما يعكس لنا الحقيقه. فهو التبن ما يسوي لنا الراينايتس ولا يساعدنا فيفر، بس هو يصير لنا ميونولوجيكال رياكشن الرجين
الارجين اكو هواي الارجينز. هالارجينز most of the cases هي seasonal فصليه. شو وقت تكون عاده؟ تكون عاده بالربيع او بالخريف. عاده بالربيع من يصير عندنا الازهار تتفتح يصير عندنا release of pollens اللي هي grass pollen او tree pollen الازهار او الاشجار. وهذا البولنز من تتر بالهواء. بعض الاشخاص individual عندهم الاتوبي فاميلي هيستماتو حساسيه فيصير عندنا allergic reaction. allergic reaction يصير عندنا degranulation of histamine of mast cells release of histamine والهيستامين يسوي allergic reaction. فش نشوف عندنا بالهي فيفر اور الالرجيك راينايتس نفس الفيتشرز عندنا دايليت بلاد فيسلز فعندنا ريدنس كونجستشن اوف ذا نيزل كافيتي اند سور ثروت اند ذا اي مش عندنا انكريس برمابيلتي اوف ذا بلاد فيسلز بس عندنا اوزنج اوف فلويد بس عندنا سكريشنز بوست نيزل دريب اند نيزل ديسشارج بس عندنا ريد اتشي واتري اي سنيزنج كونجستشن راني نوز والثروت اند نيزل كونجستشن عندنا اتشي سور ثروت اند نيزل دريب سوري وقلنا هو الكوز مالت البولنز هذا سيزونال اكو مو سيزونال اكو ثرو اوت ذا يير ايضا الرجيك ريشن بس هذه شنو اللي يسببها الدست مايتس البيوت البي كاربت اللي بيها كاربت والبيها او ما تتشمس او ما تنظف تجمع يصير ان دست مايتس هالمايتس مايكرو اورجانيزمز تسوي لنا انتيجين انتي بودي ريكشن فيصير لنا الجاهل او الشخص اللي يفوت الغرفه بها كاربت او بيت كاربت او ببطانيات او لحف مصوف من الفراش اذا ما منظف ما مبدل الشراكف عاده تكون شنو يختنق يصير لنا نفس هالفيتشرز مال الالرجيك راينايتس اللي هو كونجستشن راني نوز ريد اي ثرو اوت ذا يير مو بس السيزن بالسيزنال تكون لانه due to pollens the grass pollens the tree pollens بينما throughout the year due to dust mites. حاليا بالweather application كلنا عندنا هسه اغلب العالم عندها السمارت فونز وبيها الweather application من تروح على الweather application يقول لك الحراره والشمس والتوقع المطر. واكو ايضا بعض الابلكيشنز هم دبلت هسه متنزل بيها اللي جوا الالرجيك انديكيتر او الالرجيك فاكتور او تشوفك ايش قد اكو جراس بولن تري بولن ايش قد اكو بولنز بالجو فتحدد اكو فد جيج بيها هم سكور يقول لك هذا خطر الجو هسه تطلع بيه صار عندك الالرجي وما يصير عندك الالرجي فتساعد اللي عنده حساسيه انه يتوقع ايش راح يصير. عاده ذولا نعطيهم انتي هيستامينز اوفر ذا كاونتر ياخذ الانتي هيستامينز يسوي ستابلايزيشن اوف ذا ماسلز وتقلل الرياكشن حال ما يعبرون الفتره الحرجه اللي هي سيزونال. واذا كانت هي ثرو اوت ذير عاده نبدل الكاربت او نبدل نغسل الشراكف ونسويها تروح نقلل نمنع الفاكتور الكوزيتيف فاكتور من نشيله تروح او نسوي تريتمنت اوف ذا سيمبتومز باي انتي هيستامينز. اوكي فاذا عندنا الانفكشس راينايتس والالرجيك راينايتس لان يكون هسه من اكيوت اتاك من السر ريكرنت اتاك احتمال يصير عندنا يتحول الأكيوت إلى كرونيك بيت إلى كرونيك راينايتس نفس الفيتشر بس كرونيك الفيتشر مال الانفلاميشن. من يصير عندنا ريكيرنت اتاك اوف راينايتس موستلي ديو تو انفكشس راينايتس هذا النيزل كافيتي اكو بيها سقس يعني سقف وبيها اللايننج. طلاب الطالبات تقول بدنا نسمعك تسمعوني ولا لا؟ تسمعوني؟ الكل تسمعوني؟ اوكي احنا الطالبات قالت نسمعتك اوكي بكل الاحوال اللي فاته وحتكون مسجله وحنزلها ان شاء الله على الكلاس. خاف صار عندك مشكله بالصوت مرات اذا صار عندكم مشكله بالصوت بس اطلع ودخلوا مرت الاخ يرجع يشتغل الصوت. اوكي فقلنا هذه النيزل كافيتي بهلاينج ابيثيليوم وقلنا يصير عندنا ريكيرنت راينايتس. كل ما يصير راينايتس انفلاميشن اوف ذا نيزال كافيتي حيصير عندنا ايديما سوالينج. فانا اشبه الانف بالسقوف الثانويه البطانه مال الانف بالسقوف الثانويه. السقوف الثانويه لطيفه وحلوه بس بصير عندنا اكو بالسقوف الثانويه اكو بواري مال المي وشغلات من يصير بها ليك حتتبلل السقوف الثانويه شوي شوي تهطل وتنتلف وتصير عندنا مثل تخسف بالسقوف الثانويه. فنفس الحاله اشبهها من يصير عندنا نيزل كافيتي من يصير عندنا انفلاميشن ريكيرنت اتاكس اوف راينايتس يوجوالي اتس انفكشس. هل ريكيرنت اتاك اوف راينايتس شوي شوي تصير بها سوالينج اديما الى ان تهطل البطانه وتسوي لنا فت بولب تكيس او فت ماس
اوكي يسموه بولب، نيزل بولب، نيزل بولب. سو شنو الكوستيف ايجنت او بي ديسبوزنج فاكتور اوف نيزل بولب؟ هو ريكرنت راينايتس، ريكرنت راينايتس. كل الراينايتس يوجوالي اتس انفكشس راينايتس. الالرجيك راينايتس از نوت از ا رير كوز. لو تلاحظون هاي خلي الكاب بالبولد، موست كيس اوف نيزل بولبس ار نوت ديو تو اتوبي، يعني مو الحساسيه ولا الالرجيك راينايتس تسوي لنا النيزل بولب. عاده ريكرنس اتاكس اوف انفكشس راينايتس. Only 0.5% of atopic patients develop polyps. 5.5% من الدول عندهم حساسية صار عندهم polyps. The majority are not due to allergy. Okay. شنو هذا البولب؟ من ايش يتكون؟ قلنا هو recurrent attacks يسوي لنا edema. وانفلاماتوري سيلز وإديما تجمع الفلويد تعطل البطانة يسوي لنا هال هالبولب هالماس اللي هي شنو؟ إذا edematous mucosa. إذا هي الميكوزا lining الميكوزا اللي صار بها recurrent attack حسب تجمع السوائل فصار edematous mucosa. وشكو بها بعد اكو انفلاميشن فشو انفلتريتد باي نيوتروفيلز ايوسينوفيلز اند بلازما سيلز. اوكي اذا من سن ريكرنت اتاكس مال راينايتس العفو عذرا ريكرنت اتاك اوف راينايتس حسين اكيوميليشن اوف فلويد ذا لايننج ابيثيليوم ذا لايننج ميكوزا فسالنا what's called nasal polyp. Nasal polyp. هذا nasal polyp could be very small, could be large. من يصير large حسابين يسوين obstruction of the of the nasal passages. من يصير large, very large size, it might cause obstruction and might need removal. من يسوين obstruction of the nasal passages حسابين interfere with the function. هذه أشكال nasal polyp. هذا باللي أو اللي ENT من يسعنا الطفل أو الكبير عادة. من يسوي لنا النيزل بولب يسوي لنا narrowing of the nasal cavity يقوم ما يشتم أو يقوم يشخر لما ينام يقوم يشخر فهذا نشوف إن يسوي dilator من يفحص ال ENT حيشوف إن هذا النيزل بولب gelatinous gelatinous mass لما تكون عبارة عن هي هسه راح نحكيها بالهيستولوجي أو الهيستوباثولوجي لما تكون عنده could be very large هذا طالع نازل جو ورا بالأوروفارينكس هذا يسوي لنا severe snoring ويسوينا ايضا impairment of normal function يسوينا impairment of smelling هذا ايضا another example of the polyp لتلاحظون اكو dilated blood vessels اكو inflammation dilated blood vessels اكو accumulation of fluid edematous mucosa من يسوي له surgical removal يسوي له surgical removal of the polyp شو راح نشوف؟ اخذته بالمختبرات بس هذا revision سريعه دكتور سمر اكيد شرحت لكم اياه بس هذا revision سريعه هو بيتكون قلنا شنو هو إديماتس ميكوزا إذا حنشوف لوس إديماتس ستروما هذه لوس رخوة L double O S E مو لوز يفقد لوس إديماتس ستروما رخوة إذا ستروما حتكون رخوة due to accumulation of fluid فتشوف على بياض لوس إديماتس ستروما راح نشوف فيش inflammation ده قد يشوف congested the blood vessels congested هذه النقاط البنفسجية هذه كلها inflammatory cells هذه inflammatory cells اللي قلنا تتكون من شنو neutrophils eosinophils and plasma cells وهذا اللايننج ابيثيليوم هو السودوستراتيفايسيليتد كولومنر ابيثيليوم نيوروسبيراتوري ابيثيليوم بعض الحين قد نشوف ايضا سلافينج اوكي اذا حنشوف لوس ايديماتس تروما البولب كومبوزد اوف لوس ايديماتس تروما اكو انفلاماتوري سيل انفلتريشن واكو اللايننج ابيثيليوم اللي هو سودوستراتيفايسيليتد كولومنر ابيثيليوم اللي مايت شوز سلافينج ات سيرتن سايتس بالاضافه الى شنو النيزل كافيتي اكو بيها جلاندز ميوكوس جلاند سيروس جلاند فالميوكوس جلاند من يساعدنا إديما حيصير obstruction of the dots فاحتمال نشوف dilated dots dilated glands dilated glands extended to the mucin هذه كلها features حنشوفها بالنيزال بولب فالمجزمة تكون عبارة عن جيلاتيني مخاطي شكل أبيض عبارة من تكون من loose edematous stroma inflammatory cells and dilated engorged blood vessels with dilated sometimes dilated distended mucus glands okay هسه حكينا على الالرجيك راينايتس والانفكشس راينايتس وقلنا ريكرنس اتاك اوف راينايتس عاده الانفكشس مو الالرجيك حتسوي لنا احتمال ريكرنت اتاك يسوي لنا بولبس زين هسه نش على الساينسز بارانيزل ساينسز الساينسز مثلا نشوفها بالسكول اكو ديفرنت سيتس اوف ساينسز اكو الفرونتال ساينسز اكو الماكسيلاري ساينسز اكو الاثمويدال اند السفينويدال ساينس الساينس از لايند باي سكريتوري ابيثيليوم شنو وظيفه الساينسز
اكو ديبيت عليها، بس يقول لك يسوي لايتنينج اوف ذا سكول، تخفف وزن السكول، العظم من يكون مجوف يكون اخف من ما هو سوليد، فلايتنينج اوف ذا سكول. ايضا تاثرنا على الريزونانس اوف ذا فويس، فكل واحد الصوت مالته يصير رنين، في يعني نبره خاصه او تون خاصه تاثر ايضا على تغير لنا تحكمنا بنبره الصوت. هالسكريتري ابيثيليوم اللي هو لايننج السينسز يفرز لنا ميوكس والسرس وفلويد، يفرز لنا فلويد، هالفلويد يسوي لنا humidification of the air، وايضا يلين لنا او يرطب لنا البطانه of the nose، فاذا ساعد على humidification of the air وتساعد لنا على protection of the nose from the particles، وايضا يسوي لنا lightening of the skull، وايضا يسوي لنا effect tone or resonance of the nose. كل sinus من ذني sinuses اكو بي duct، اكو بي opening، واكو بي duct تصير drainage aligned by the ciliated epithelium. هالسيليه تضرب باتجاه الفتحه، يعني تتحرك مثل المكناسه تودينا كل السكريشنز باتجاه الفتحه مال السينس حتى تنظف لنا السينس، بقينا فارغ دائما، وتروح السكريشنز تروح للنوز. اي فاكتور يسوي لنا obstruction of the nose or of the sinal openings of sinuses openings هيسوي لنا stasis. يعني شنو؟ يعني كل ما اذا ساقيه ماشي بها مي، اذا نخلي بها حجاره حتسد لنا الساقيه، المي راح يتجمع مكانه وحيركض، مو مثل ما حي ساقه يجري. شنو الفرق بين الشط والمستنقع؟ آسيا حسن، آسيا اسمعيني، آسيا حسن، عبد حمود، آية صلاح، آية صلاح، نعم دكتور. شنو الفرق بين الشط وبين المستنقع؟ دكتور يعني المستنقع اكيد يكون اصغر من الشط. زين، المي مالته نفس الشيء اثنين نفس الشيء؟ لا اكيد. شنو الفرق بيناتهم؟ انصار، انصار محمد عندي شكر، انصار، انصار محمد. اي نعم دكتور، المستنقع يكون المي ثابت به غير متحرك. اي فشلون يصير لون المي شكل المي ريحه المي؟ لا يعني متحرك المي. مي المستنقع شلون يصير لونه وشكله وريحته؟ بالمستنقع اكيد يعني يعني المي ما تثابت فيكون يعني ريحته ما طيبة، يعني ممتاز. كائنات وهيشي. شكرا إليك والآية. الفرق بين الشط والمستنقع، الشط جاري المي يجري، بينما المستنقع المي راكد في ستيسز، فكل ركود يساعد على النمو مختلف الأشياء. فبالمستنقع تمنى الطحالب المي ما تكون راكد ببانكرو أورجانيزم بريحته ما طيبة، بينما الشط يكون مي صافي وعذب. فنفس الحالة إذا نجي على السينسز، السينسز نورمالي كل السكريشنز مالته دريند، دائما تجري، دائما يجري السيليا تروح تدفع سكريز تروح للنوز، فدائما ماكو اكيميليشن، دائما اكو جريان. من يصير اوبستراكشن لاي سبب كان حيصير ركود، ستيسز، فتجمع السكريشنز. من تجمع السكريشنز شنو هي السكريشنز؟ بيها ميوكوس، الميوكوس بيها بوليسكرايدز وبروتينز كلها ريتش ميديا اللي تنمو بيها البكتيريا بسهوله، فمن يساعد ستيسز عشان اوفر جروث اوف بكتيريا، الاوفر جروث بكتيريا يسوي لنا انفلاميشن، فيسوي لنا سينسايتس. ايتس قلنا انفلاميشن، انفلاميشن اوف ذا سينسز، اذا يسوي لنا انفلاميشن اوف ذا سينسز. وات ايفر ذا كوز، اني كوز اوبستراكشن، انفكشن اور اوبستراكشن، موست كومنلي البولبس او الراينايتس حيسوي لنا اديما. ولا هل اديما شو تسوي لنا؟ هل اديما تسوي لنا اوبستراكشن ناروينج اوف ذا اوبننجز، فساعدنا ستيسز. احتمال ايضا نصر شنو السبب، احتمال احنا اذا المكسيلاري ساينس، اذا هنا صار عندنا انفليم توث، صار عندنا خراج بالسن او التهاب بالسن او شلع السنه، فالبكتيريا احتمال سبريد فروم ذا توث تو ذا نيزل بارانيزال ساينس كافيتي، يسوي ايضا انفلاميشن. واذا كانت السيليا ما تشتغل، السيليا احنا قلنا لايند باي سيليتد ابيثيليوم، اذا كانت السيليا مال الابيثيليوم ما تشتغل فماكو مكناسه، ماكو شيء ينظف لنا الساينس، فساعدنا ستيسيس اكيميليشن اوف فلويد ويسوي لنا انفلاميشن. ايش وقت يصير عندنا السيليا ما تشتغل؟ كونجنتال ديزوردر والهيرديتري ديزوردر يسموه اموتايل سيليا سيندروم، اموتايل سيليا، اموتايل غير متحرك، سيليا سيندروم، السيندروم اللي بيه السيليا ما تتحرك، هذا هو الهيرديتري كونديشن اللي ما تشتغل عندنا السيليا، اللي يصير عندنا ساينسايتس، يصير عندنا برونكيكتس، راح تاخذها في المحاضرات القادمه، وايضا يصير عندنا انفيرتيلتي وسايتس انفيرسس. هسه الساينسايتس اللي هو انفلاميشن اوف ذا ساينسز، انفلاميشن اوف ذا ساينسز،
It's commonly preceded by acute or chronic rhinitis. A recurrent attack of acute or chronic rhinitis, شسوينا؟ The edema due to rhinitis impairs sinus drainage. So in obstruction mal الدكس مثل ما حكيناها. كنا سوينا obstruction, edema سوينا obstruction, impair drainage, تمنع الدرينج. فيصير stasis فيساعدنا inflammation of the sinuses. المكزيلري sinus قلنا شبيها؟ الانفكشن can be can spread from tooth infection لانه قريبه هذه البارانيزال المكزيلري sinus قريبه من التيث فاحتمال tooth infection سوينا sinusitis. وكارتاجنر سيندروم or immotile cilia syndrome الهيريتري كونديشن اللي هو يصير عندنا triad ثلاثيه من شنو؟ sinusitis inflammation of the sinuses bronchiectasis راح نحكي التهاب القصبات وسع القصبات راح نحكي بالمحاضره القادمه and situs inversus بالامبريوجينيسيس اثناء التطور الجيني في رحم امه بالامبريوجينيسيس السيلز مايجريت فاذا كانت السيليا ما تشتغل ما راح يصير مايجريشن فالهارت بكام يصير بالجهه اليسرى راح يكون بالجهه اليمنى وكل الاورجنز اللي موجوده بالابدومن حتكون عكس الاتجاه الطبيعي فيسموها situs inversus يعني عكس الجهه ليش؟ لانه عندنا ديفكتيف سيليري اموتايل سيليا سيندروم او اموتايل سيليا اوكي من واحد عنده sinusitis inflammation نطبق الفيتشرز red hot swollen tender and pain and loss of function فيساعدنا congestion و red فالcongestion حيسوي لنا والpain congestion هيحتقن السينسز ويساعدنا pain يساعدنا pain on the site و headache اوكي ويساعدنا stasis يعني impairment of the drainage فيساعدنا ايضا pain congestion headache drainage into the nasal cavity impairment العفو عادة دول بنعطيهم simple antibiotic أو بس نسوي relief of the congestion it will disappear. It'll take the course a few days with simple antibiotic or decongestant حتروح تخف وتروح. والعادة المريض شلون يحس المرأة أو الرجال يقول لك من أصل لي من أسجد أحس راسي تنق دق لأن السينس من يزيد الضغط فواحد من الفيتشرز هذه يعني مو شرط الايديال والتيبيكال بس عادة إن هذا هواي يشكو منها من يقول لك من أسجد أصل لي أحس متنق عبالك فتشي لي حجاره بوجهي زين فنفس الحال انه كونجستد وبيست مجمع بفلويد يعني تكون امتي بس راح يكون مجمع بيستيسز بفلويد وانفلامد وانفكتد بس انه بين هيديك تندر ونسوي لها تابينج من نجي تفحص تابينج واصابعك على المكان اللي بيكونجشن حيصير بين تندر اوكي بس اعتقد ان سمبل انتي بايوتيك ديكونجستنت حيروح Sometimes an infection can spread. The infection من السينس تروح للبون فسوينا osteomyelitis. Sometimes احتمال infection spread from the sinuses لتسوينا osteomyelitis. Osteomyelitis التهاب العظام. Okay. Or spread to the dura. بالديورا بالأم القاسية أم الحنون اللي ما أعرف هاي بالعربي يمكن اسمها الديورا ماتر اللي بالبرين ضغط البرين ماكو ديورا. ما يسبريد بها كوسس فينا سينسز فسبريد اوف انفكشن لانه قريبه باي انفكشن احنا احتمال سبريد انتو ذا سينسز ديورال سينسز فيسوي ديورال سينس ثرومبوفليبايتس اور ثرومبوسس هاي رير اليوجوال كورس هو سمبل انتيبايوتيك ويل ريزولف ذا كونديشن اوكي اتس نوت ذات سيريوس هذا الكاريكاتير بس حتى يعطيكم فكره عن السينسايتس هذا الكلير نورمال ساينس من يصير عندنا انفلاميشن ريكارت اتاك اوف اكيوت رينايتس اور ايفن ذا بولب اور وات ايفر كوز اوبستراكشن حيسوي لنا ايديما هل ايديما يسوي نارونج امبيرز ذا درينج اوف ذيس سكريشنز حيسوي اكيوميليشن اوف ذا فلويد هل الفلويد ريتش ميديا بي ميوكوس بي بروتين بي بوليسكرايد حيسوي جروث اوف بكتيريا حيسوي لنا انفلاميشن حندخل فيشس سيركس سايكل وحيسوي لنا ريد هوت كونجستيون وبين نيزل ديسشارج اوكي اند تندرنس of the affected sinuses. وراح نشوف features مال inflammation, congestion, كل features حسب the cause, edema, congestion, inflammatory cell infiltration, and sometimes sloughing of the epithelium. لحد الآن أكو حد عنده سؤال طلاب قبل ما نكمل على التوبك القادم؟ أكو حد عنده سؤال؟ أوكي نكمل The next section مال المحاضرة نحكي على النيزال فارنكس نحكي على النيزال كافيتي الرينايتس نحكي على السينسز نحكي عن الفارنكس الفارنكس يتكون من ثلاث مقاطع النيزال فارنكس اورو فارنكس والهايبر فارنكس بعد تجينا اللارنكس والاسفيجس
هذه المقاطع المختلفه. اكو هنا عندنا الابيجلوتس، شنو وظيفه الابيجلوتس؟ من نشرب وناكل، من يفوت الاكل من هنا هذا ينزل يسد لنا اللارنكس حتى يحمينا، يمنعنا مرور الاكل او الشرب الى اللارنكس، يسمح مرور الاكل والشرب الى الاسوفاجس. من حاله طبيعيه من نحكي ونسولف يكون مفتوح للجلوتس ويسمح لنا بالتنفس، مرور الهواء الى اللارنكس. الفارنكس شو حصل عندنا تشينج الفيتشرز اللي هو شنو احتمال الموست كومن فيتشر نشوف بالفارنكس؟ قبل شويه حكينا واحد عنده كومن كولد مرتضى، شو يصير عندنا بالفارنكس الموست كومنلي اسوشيتد وذ كومن كولد اذا عندك فكره؟ هي دكتور يعني قصدك بالانفكشن لو شلون يعني السور ثروت؟ سور ثروت، شنو هي السور ثروت؟ ايه دكتور الانفكشن هو سور متقرح، سور يعني متقرح او مؤلم، والثروت هو البلعوم، هذا المصطلح العام. اذا نريد نطبق الباثولوجيكال تيرم هو السور ثروت نفسه بس نترجمه الى باثولوجيكال تيرم شو نسميه؟ ليش نعم دكتور انفكشن يعني انفكشن او وكود بي انفكشن، بس شو يصير عندنا؟ شو يصير عندنا تشينجز؟ دكتور تتورم اللي شو اسمه الغدد الليمفاويه اللي موجوده مال المناعه اللي على الجانب، يصير عندنا تتورم الغدد، اكو شوك بالفارنكس، اكو تونسلز مو والفارنكس بصوره عامه. شكرا شكرا يا مرتضى. عفوا فال مثل ما قال زميلكم مرتضى حس عندنا الالتهاب سواء انفكشس او نون انفكشس، حس عندنا فارنجايتس. فارنجايتس ايتس انفلاميشن اوف ذا فارنكس، فارنجايتس هو المصطلح، فارنج انفلاميشن اوف ذا تونسلز اوف ذا فارنكس بالعوم اور سور ثروت، مو شرط اللي تكون تونسلايتس، فارنجايتس كلها. من يصير عندنا كومن كولد، قلنا بالكومن كولد سان فايرال انفكشن حيصير عندنا كونجستشن ان اديما. اوكي نطبق الفيتشرز مال الانفلاميشن، ريد هوت سوولن بين اللوس اوف فانكشن، عندنا احمرار ريد هوت اديما بين من يهدي يبلع ويشرب يتنفس ما مرتاح من عنده او صار سور ثروت متقرحه. اوكي هو والله الحين ايضا ساعدنا بكتيريا انفكشن يسوي لنا tonsillitis inflammation of the tonsils with inflammatory cell infiltration or lymphoid aggregates. That could be several conditions. Sorry, could be viral or could be bacterial. But viral is the most common. Viral infection is most common. كل condition generally more than more common than the bacterial. شرح نشوف بالpharyngitis. أكو mucosal edema, erythema, and reactive lymphoid hyperplasia. يعني أكو عندنا infection, أكو injury. ومن هو الموست كومن كوز هو الفيرال، في هذا نشوف الليمفويد، عاده الليمفوسايت ريسبوند للفيرال انفكشن، بينما البكتيريا تكون النيوتروفيل بالاكيوت انفلميشن. وقلنا الموست كومن هو بالفيرال انفكشن هو الكومن كولد بالشتاء خصوصا بهالوقت هسه تغيير الجو، حيصير عندنا سور ثروت اور فارنجايتس. ايش مهم الفارنجايتس؟ اذا صار عندنا بكتيريال انفكشن احتمال تجمع لنا هذا البكتيريال انفكشن يسوي لنا ابسس سواء بالتونسز او on the sides of the pharynx يسوون كوينزي peritonsillar abscess، هذا يحتاج درينج، يفتحوه يقصون هنا ويسوون درينج of the abscess، فهذه مهمه واحد يميز اذا صار عندنا bacterial or streptococcal tonsillitis. واضافه اخذته بالمحاضرات مال cardiovascular system، اخذته بالمحاضرات اكيد طبعا دكتور علاء بالفارنجايتس شنو العلاقه بينه وبين الهارت؟ اذا احد عنده فكره يقدر يجاوب. دكتور اللي يسوون acute rheumatic fever. رومات ممتاز ممتاز. فبيتا هيموتكس جروب اي بيتا هيموتكس ستريبتوكوكاي يصير عندنا فارنجايتس حيصير عندنا روماتيك فيفر واحتمال بعضها جلومرولونفرايتس هو انتيجين انتي بودي ريأكشن فيصير عندنا البودي اتاكس اون تيشيو فيصير عندنا المايترو الكارديك فالفز بي افكتد. اكو فيتشرز هواي اخذتوها بالروماتيك فيفر ما راح احكي عليها اكيد دكتور علاء، بس قصدي مهمة نميز إذا كانت bacterial infection وإذا كانت group A beta hemolytic streptococci حتى نتابع الطفل حتى يصير عندنا rheumatic fever or glomerulonephritis. هذه التوبك البسيطة بطيتكم مش كم توبكس بالمحاضرة بالورد راح نزل لكم إياها أيضا، فشي بسيط مبسط على الفارنكس. One of the most common tumors اللي هو يصير عندنا يما polyps يما يصير عندنا بابيلوما يما يصير عندنا nasopharyngeal carcinoma، سطرين سطرين بكل محاضرة راح أمر عليها مرور الكرام. المقطع الاخير بالسكشن الاخير بالمحاضره مالتنا اليوم هو اللارنكس. اللارنكس هو الممر الهوائي اللي يربط لنا بين الفارنكس وبين التراكيا. من يسالنا انفلاميشن اوف ذا لارنكس يسموها لارنجايتس، ايتس انفلاميشن لارنكس او لارنجيو او اللارنكس، فانفلاميشن اوف ذا لارنكس لارنجايتس، انفلاميشن اوف ذا لارنكس. شنو الكوز؟ كل الكوزز، كود بي الرجيك
could be viral, could be bacterial, and could be chemical injury. Any injury cause inflammation of the lungs, so in inflammation, حال حال أي أي ليش مهمة؟ بالتشيلدرن إذا مهمة أكثر من الأدلتس لأنه تشيلدرن يصير عندنا رياكشن مالتنا يصير سريع فيصير عندنا إديما. إذا صار إديما of the larynx يسوي لنا narrowing or obstruction of the airway passages. فالطفل يصير عنده تضيق ما يصير صعوبة التنفس يساعدنا إن إن الكونديشن اللي يسميه كروب اللي هو مهم كروب. شو يصير عند المريض من يصير تضيق إديما يصير inflammation whatever the cause inflammation يصير عندنا إديما كفيشر مال inflammation. هل إديما يسوي لنا narrowing يسوي لنا strider فمثلاً إيش يقوم الطفل يتنفس بصعوبة هذا يسموه strider أوكي. وعندنا أيضا barking cough فهذا يكون alarming sign لل parents يخترعون يقول هذا الطفل راح يختنق راح يموت. في معظم الحالات تكون simple management easy بس مهمة ليش لأنه إذا صار عندنا narrowing حيث أن suffocation الطفل احتمال يموت. العفو هالجروب عادة يتعالج شلون يما يسوون كولد نبلايزر عادة الماية بتطلع بيه تمشي بالحديقة على هواء بارد شوي يقلل الإديمة يقلل الكونجيشن يحسنها وإذا ما فاد يودون المستشفى ينطوا ستيرويد سينجل شوت مال ديكساميثازون نعطي أوبرا ديكساميثازون أو سينجل شوت مال ستيرويد حتقلل الإنفلاميشن تقلل الكونجيشن ويروح الإديمة ويقوم يتنفس طبيعي ويطلع بيتهم يعني سيمبل ميجر بس ينقذ حياة مريض أوكي. فاحتمال الهواء البارد تنفس يقلل الإديمة يقلل الكونجيشن ما فاد يودون نبيلايزر كول نبيلايزر ما فاد عنده سينجل شوت مال ديكساميثازون أو ستيرويد حتقلل الإديمة تروح لنا هذا الكونجيشن يرجع يتنفس طبيعي زين. اللارنجايتس بس بالأطفال مهمة لا بالأدلت أيضا تصير. الأدلت most common cause بالأدلت اللارنجايتس هو smoking heavy smoker will have laryngitis. injury سواء كانت chemical or bacterial قلنا bacterial or viral or allergic حسوينا inflammation or inflammation يسوينا laryngitis. بس الفقرة المهمة بالأدلت السموكينج هو carcinogenic فاحتمال predisposed تكون السلة بثيلة metaplasia and carcinoma احتمال بالمستقبل ساعدنا CI larynx بال heavy smokers. هذا هو الكروب بالchildren قلنا يصير عندنا إديمة narrowing of the airway هيساعدنا strider وإذا cold air احتمال improvement وإذا ما فاد احتمال نعطي dexamethasone يروح لنا الكونجيشن ويتحسن المريض ويسد الشارج on the night. زين هذا النقطة الأولى هو اللارنجايتس. السكند توبيك اللي نحكي عليه هو الرياكتيف نودولز whether on the vocal cords or where there are other polyps. بس reactive nodules هي من اسمها reactive كرياكشن الفتشي زين. بس النودولز عقد العقد اللي حتكون نتيجة reaction الفد injury. reactive nodules could be unilateral or could be bilateral. reactive nodules العقد اللي حصير باللارينكس العقد الدعابل اللي حصير باللارينكس could be unilateral could be unilateral usually smokers they have unilateral reactive nodule. بينما singers the overuse of the voice واحد يغني يصيح يعيط هوايا فال overuse of the vocal هذه vocal هذه larynx هذه laryngoscope larynx وهذه عندنا ال vocal cords falls بها vocal cords هذه على طريق عن طريق توليد الصوت فال overuse of the voice واحد يغني او يصيح او يعيط ايش راح يصير عندنا هذا تنضرب واحده باللخ تنضرب واحده باللخ فساعدنا إديما فساعدنا نوديول هذه هي النوديولز هذه هي النوديولز هذه النوديولز العفو هذه اسمها سينجرز سينجر المغني فسينجر نوديول سينجر نوديول هيساعدنا نوديولز تكون اسيمتريكال بايلاترال اون بوث فوكالز بينما قلنا السموكرز هيساعدنا يونيلاترال. هل هذه النوديولز تحول الى ماجنسي malignant transformation is rare نادرا ما تتحول الى malignant tumor او malignant carcinoma. شنو هي اذا نعرفها they are small يعني small in size few millimeters in size they are small small و smooth ss small صغيره و smooth ناعمه ملساء اوكي rounded excrescences on true vocal cords اذا rounded و smooth و small وين موجود على true vocal cords. من نجي هيستوباثولوجي اذا شلناها احتمال هذه العلاج ما ردها شنو السنجر نوديول ما يحتاج لها علاج بس فويس ريست يرتاح يقول له لا تغني بعد خذ لك راحه لا تصيح لا تحكي
زين خذ لك فتش يوم راح احتمال يسوي ريفيرجن تستعدل وتختفي، ما فادت او في احتمال يسوي سيرجيكال ريموفال او ليزر ريموفال. اذا شلناها ودز الباثولوجي راح نشوف they are myxoid and occasional vascular. myxoid هو سلايم لايك احنا مثل البولب، هو هذا ايديما، فايديما وسكريشن متجمعه فيصير شكلها مثل السلايم مثل الجيلاتين مثل اوكي they are myxoid. وصمت او شنو هي myxoid connective tissue؟ هي loose connective tissue edematous sometimes covered by تتغطى بشنو؟ hyperplastic squamous epithelium. زي ما يصير عندنا يعني السنجر اذا صار عندنا نوديول ليش يهتم؟ ليش يجي يعوفه يهملها؟ لا يسوي لنا hoarseness of voice. hoarseness of voice صوته يخشن في هذا يجي راجع، هذا شغله على الغناء بعد ما يقوم يجعر فما يسموها فيجي راجع فيسوي هورس اوف فويس ونفس الوقت تخوف. يسوي لنا hoarseness of voice واحده من الالارميك ساين. ف اذا كان عندنا لا سمح الله malignant condition or squamous cell carcinoma or metastasis or CFR in hoarseness of voice. بس ال شو اسمه بالنسبه للسنجر نوديول it's benign and malignant transmission is rare. هذا ايضا another هذا example. هذه اللارينكس، هذه الفوكال كوردز من يغني ويصيح اوفر يوز، هذه تنطق واحده باللغه بتسوي لنا نوديولز يوجولي بايلاترال بس بالسنجرز، بينما يونيلاترال بالسموكرز. بايلاترال سنجر نوديول سموث راوندد يصير على الترو فوكال كوردز. شنو الفرق بين السنجر نودلز بين الكارسينوما؟ قلنا هاي بايلاترال، هاي سمول سموث راوندد، بينما المالجنسي الريجولار لارج اوكي اسيمتريكال رف. فهذه الديفرنس. هل هذه تتحول الى مالجنسي؟ لا ريرلي ريرلي. مالجنسي ترانسفورميشن از رير، ما تتحول الى مالجنسي. فمو واحد يصير عنده سنجر نود يقول لا راح تموت، لا بس يرتاح له في اسبوع زمان اسبوعين زمان، ما يغني ما يحكي ما يعيط، يشرب سوائل دافيه، تروح تختفي. ما فادة ذاك الوقت يضطرون يشيلوها بسيرجري او يسووا له ليزر ريموفل اوكي. وراها شوي شويه من تحسن تخف تختفي تروح الهورسس الخشن التخشن بالصوت يروح يرجع الصوت طبيعي من ذني تختفي اوكي. هذا الهيستوباثولوجي، هذه من سوى لها سيرجيكال ريموفل مال السنجر نوديولز قلنا تتكون من لوس ايديمات ستروما ميكزويد ستروما او لوس ايديمات ميكزويد يعني معناتها جيلاتينس او وايتش او سلايمي. فلوس ايديمات ستروما كومبلمنتري سيل انفيلتريشن اكو لاين او كفرد باي سكوماس ابثيليوم او سام تايمز هايبر بلاستيك. هايبر بلاجيا يعني صار بي جروث زياده، هايبر بلاجيا هايبر زياده بلاجيا الجروث، فزياده بالجروث نتيجة هو يعني من واحد من يستخدم من هسه تكتبون بالاقلام بيتكم كذا adaptation or adaptive response صار thickening of the of التغضن الجلد من هاي صار adaptation. فنفس الشيء هذا اللي يصيح وده يعيط فصادنا hyperplasia مال الصوت مال الابثيليوم حتى يحاول يقاوم ال injurious agent او ال overuse. بس عندنا hyperplasia و myxoid edematous syndrome وقلنا الريست يروحها وإذا مفارقة من surgical removal or laser removal. Last bits of our lecture will be tumors, laryngeal tumors, أورام larynx. Could be benign or could be malignant. هنأخذ example على benign squamous papilloma or papillomatosis. الأوما المقطع قلنا في الغالب هو benign، خذته بالنيوبليجيا. الأوما معناته benign tumor في الغالب. بعض الأحيان أكو تسميات مخطئة خادعة. هو الأوما تكون misuse of هو carcinoma، بس generally speaking الأوما هو benign. papillary or finger like projection مثل الاصابع. squamous من squamous epithelium. اذا squamous papilloma اذا benign tumor of squamous epithelium with papillary projections okay. اذا squamous papilloma one of the most common benign tumors of the larynx. squamous papilloma usually small 1 centimeter or less very small in size. benign squamous epithelium lined lesions even on finger like projection هو squamous epithelium lining okay. وين يصير على true vocal cords تكون باي عمر. بالتشيلدرن الاحتمال تكون فريكوينت مالتيبل يسموها جوفينايل لارنجيال بابيلوماتوسيس. بابيلوماتوسيس كونديشن اللي بي لارج نمبر اوف اوف ذيس بابيلار بروجكشنز. وعاده هذه حتى لو تشيلها هم ترجع، بس عاده من يوصل الادلت هود من يعمر يصير الادلت هود ثاني تختفي اوتوماتيكيا في الغالب اوكي. شنو الكوز مالتها؟ هيومن بابيلوما فيروس اتش بي في هيومن بابيلوما فيروس يا تايب 6 اند 11 يجي ار ذا كوز اوف this benign tumor squamous papilloma. ايضا من مقارنه بالسنجر نوديول malignant transformation is rare rare
صح هي مزعجه وشيلها بترجع بس تختفي بيه بالادلت هود بالتشلدرن بالادلت بنشيلها ماكو مشكله بنقل ترانسفورميشن از رير. اوكي شنو ناخذ مقطع منها ونشيلها ايش راح نشوف؟ قلنا بالنسبه من بابلوما اذا فينجر لايك بروجكشنز مالتيبل فينجر لايك بروجكشنز فينجر لايك مثل الاصابع فينجر لايك بروجكشنز شكو بداخلها؟ اكو فرق بين الترو بابيلا وبين الفوس بابيلا. هذه الترو بابيلا بها فايبرو فاسكولار كور القلب مالتها فايبرو فاسكولار كور والكفر مالتها هو سكومس ابثيليوم ستراتيفايد سكومس ابثيليوم. هذه اللارينكس هذه هي الفينجر لاك مثل الاصبع فينجر لاك بروجكشنز كوز باي هيومن بابيلوما فايروس هسه انا فينجر لاك بروجكشن وذ ترو فايبرو فاسكولار كور هذه مالتيبل بابيلي مالتيبل بابيلي اللي هي لانجيو بابيلوما هذا ايضا مالتيبل بابيلي 23 نسوي نارنج احتمال اذا نسوي نارنج اوف ذا باث واي اوف ذا اير واي باسجز والتشلدرن لانجيو جوفينال بابيلوماتوسس نشيلها وترجع بس من يصير ادلت هود تختفي احتمال ريجريشن تختفي اوتوماتيكيا بس راح تتعب المريض والاهل لان يصير بالغ فكوز باي بابيلوما فايروس. اللاست توبيك بالمحاضره مال اليوم اللي بعد نختم ونشوف اسئلتكم وناخذ الحضور بعدها كارسينوما اوف ذا لارينكس او لارينجيال كارسينوما سي اي اوف ذا لارينكس اكثر كومن تايب هو شنو اللارينج ابثيليوم مالته هو سكومس ابثيليوم فالموست كومن تايب هو سكومس سيل كارسينوما 95% اوف كيسز هو سكومس سيل كارسينوما سوينا اوف ذا لارينكس وين عاده المكان مالته اون ترو فوكال كوردز اون ذا فوكال كوردز موست كومن سايت فلهذا من يساعدنا كارسينوما اوف ذا لارينكس او اي كونديشن افكتي الفوكال كوردز حيسوي لنا شنو هورسنس اوف فويس فالهورسنس اوف فويس مهم لانه يعني ريد فلاج بس مو كل واحد عنده هورسنس اوف فويس معناته عنده كارسينوما لهذا حشينا قبل شويه سنجر نوديول هو سمبل كونديشن ما يسبب ميجن ترانسفورميشن بس هو عنده هورسنس اوف فويس من يسعى عنده واحد اوفر يوز انفلاميشن لارنجايتس ايضا يسوي لنا هورسنس اوف فويس بس عنده بح اوكي يرتاح في الاسبوع زمان استعد الامور بس نخليها بان الهورس اوف فويس مهمه احتمال كيو كود بي دي تو سي اي لارينكس عشان واحد اول ايج وهيفي سموكر يدخن هوايه ويشرب وصعدنا الهورس اوف فويس فهذا احتمال صعدنا ميلجن ترانسفورميشن صعدنا السي اي لارينكس سكومس سيل كارسينوما بس الفوكال كوردز بيها لا مو بس الفوكال كوردز احتمال اذر سايتس الموست كومن هو الفوكال كوردز باللارينكس بس اذر سايتس كود بي ابيجلوتس اور كود بي باريفورم سينس اول كود بي افكتد باي سكومس سيل كارسينوما اوف ذا لارينكس بط الموست كومن سايت الفوكال كوردز اند ليدز تو هوسنس اوف ذا فويس زين ايضا نسعنا سي اي لارينكس هذا سن انفيجن اور انفيلتريشن اوف ذا لارينكس اند اوف ذا فارينكس فات مايت ليد تو بين ديسفاجيا اند هيموبتس واحد يقول لك اسريج ديسفاجيا هي باللارينكس هما التنفس شو العلاقه لان سر انفيجن انفيلتريشن اوف ذا سراوندنج الاوسوفاجس لطش باللارينكس فاي انفيلتريشن يسوي لنا راوينج ويسوي لنا بين ديسفاجيا اند هيموبتس شنو الموست كومن كوز اوف بريدسبوس ماكتر هو سيجارت سموكينج الكحول ايضا مهم اكو سيفرال اذر فاكتورز الراديشن البابلوما فيروس اور اسبستوسس اول مايت بريديسبوز ان ذا فيوتشر تو ديفلوبمنت اوف سكوماس كارسن بس الموست كومن كوز اوف بريديسبوزينج فاكتور هو سيجارت سموكينج وذ الكحول انتيك يسوون السيرجيكال ريموفال يسوون لارينجكتومي يشيلون اللارينكس ويشيلون النير باي ستراكشر وذ راديشن اند ثيرابي راديوثيرابي يصير عندنا 65% they might get cured or 5 years or less. من ناخذ مقطع من يشيلون اللارينكس او يشيلون التيومر ينزلون الباثولوجيست احتمال حسب اذا كان early diagnosis احتمال يشوف just atypia احتمال لا اذا هو يشوف full spectrum could be atypia could be dysplasia could be dysplasia could be carcinoma in situ and could be invasive carcinoma. هذا example على laryngeal carcinoma بالvocal cords تلاحظون شلون شكلها مقارنة قبل شوية شفنا السيجنال نيرلز اوف انفلاميشن هذه كلها اغلي قبيح الريجولر رف زين صار عندنا انفلتريشن اوف ذا فوكال كوردز فهذا بعد ما يشتغل فوكال كورد صار عندنا هورسس اوف فويس فور موست كومن برزنتيشن ماركسيري كارسينوما هو الهورسس اوف فويس واذا بدات تصير انفيجن حيصير انفيجن اوف ذا سراوندنج ستراكشر اذا سين ديسفيجيا بين موبتس هذه اكستنسيف تيومر هذه اللارنكس شايليها شوف حجم التيومر هذا كله مسوي نرامينج اوف ذا لارينكس وايضا اوف ذا اوسوفاجس نون اوسوفاجس هذه فانجيتنج تيومر لارج ماس سكوماس كارسينوما فاحتمال
شو تسوي له؟ تسوي له لارنجكتوم، تشيل هذه المنطقه كلها على امل انه تحمي المريض. ذاك الوقت حيساعدنا تراكيستومي، تنفس ما يقدر يتنفس بعد، فنسوي له تراكيستومي اللي هو فتحه بالرقبه حتى يتنفس من عند المريض، لانه بعد شلنا اللارنج، شلنا الايروي باسجز، وحتى حكي ما يقدر يحكي بعض الاحيان، يعني يخلي له يعني يقوم يكتب او يعني يضطر يستخدم فد طريقه اخرى للتواصل. من ناقض سكشن كنا هي 95% سكوماس سيل كارسينوما، الغالبيه العظمى هم سكوماس سيل كارسينوما. سكوماس سيل كارسينوما اخذتوها بالعملي. بالسكوماس سيل كارسينوما كاركترستيك فيتشر يسموها لآلئ الكيراتين، كيراتين بيرلز، كيراتين بيرلز، لآلئ الكيراتين. ان سكوماس سيل مالجنت سيلز سراوندينج سنترال كيراتين، فهذه يسموها لآلئ الكيراتين. كيراتين بيرلز كاركترستيك فيتشر هيستولوجيكال فيتشر اوف سكوماس سيل كارسينوما، هذه هي لآلئ الكيراتين. سنترال كيراتين and surrounded by malignant cells يسموها كيراتين بيرلز، وهذه invading to the invasive carcinoma. هذه كلها واصله مرحله الانفيجن. اوكي، هذا اكستنسيف، هذا بول ديفرنشيتد بحيث بدا يفقد الكيراتين. وصلنا فنشوف ديفرنت السبكتروم احتمال حسب اذا كان ايرلي دايجنوزس حشوف جاست ديسبلاسيا او كارسينوما ان سايتو، اذا كان اكستنسيف ليت صرنا مالجنت ترانسفورميشن صرنا انا بلاستيك احتمال نشوف انفيزيف كارسينوما. The most common cause of the most frequent condition هو السموكينج، whether it's cigarette smoking, whether vaping. مو عبالكم الفيبينج انه هو اقل بكارسينوجين من الاذن هو امين، لا، حتى الفيبينج اللي هي 16 هو still it's not safe. صح الكارسينوجين اللي بيه اقل بهوايه من السيجارتس، but still it's not safe. فالسيجارت سموكينج مرتبط بكل انواع السرطانات، فخصوصا انتم بعدكم شباب، فتنصح نفسكم وعائلكم اللي دخن يترك التدخين بأسرع وقت ممكن حتى ينقذ نفسه وينقذ عائلته. لحد الآن أكو عندكم سؤال طلاب؟ أكو أي سؤال؟ دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بالنسبة للهي يعني ما يسوي لنا allergic rhinitis، يعني حتى لو كان واحد عنده allergy؟ الهي قلت لك الهيفر هو مزنومير، هو ليش السيزن، السيزن هذا عاده تكون هو يسوي لنا مو الهي باي اتسلف، اذا كان هو بالتبن بي 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 جروث مال 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 ماكرو اورجانيزمز، بس هو مو هو الهيفر الماشي يسوي لك يسوي، بس مو هو ما راح يصير عندك فيفر بالهيفر، ما راح يصير عندك فيفر بالالرجيك رينايتس. والموست كومن اللي هو بالسيزن، السيزن اللي صار عندنا هو بالبولنز، يعني اكثر اللي عندهم حساسيه اللي صار عندهم الالرجيك رينايتس. زين انت هسه اكثر الطلاب، اكثر هواي من الطلاب، هواي من الاساتذه، هواي من المجتمع مالتك، وعندنا هسه هنا عندنا تبن بالمدينه مثلا؟ لا دكتور، فهم هسه حاليا ماكو قليل، بس الفلاحين هناك ما حد راح يشوف التبن، مو صحيح؟ بس السيزن بالموسم الربيع او الخريف يصير ان الموسم تفتح الزهور والاشجار، فيطلع طلع الزهور طلع الاشجار يصير بالجو، اوكي؟ الجراس بولن تري بولن، فهذه موجود بالجو ما تشوفه انت، بس هذا هو كله انتيجين. فمن يصير انتيجين انتيبادي ريأكشن، الناس يصير عندهم اللي عندهم اتوبي فاميلي هيستوري اوف اتوبي حساسيه يصير عندك الرجيك راينيتس. فاست ماجوريتي هو يصير عندهم ديو تو تري بولن اور هذا السيزونال تري بولن اور جراس بولن. اوكي، المينوريتي اللي صارت هذول ثرو اوت ذير هذا اللي صار عندهم الدست مايتس، بس الغالبيه العظمى لا، وما راح يصير عندهم فيفر. زين، فهو التيرم مو ايديال، مو تيبيكال، بس حتى تبقى ببالك، لانه اللي يشوف هسه من يقرا هاي فيفر يقول لك هذا بس التبن وصار عنده سخونه، هو لا يسخن، اوكي، ولا انه بس بسبب التبن. اوكي تمام، شكرا دكتور. يا اهلا وسهلا. اكو طلاب سؤال اخر؟ راح يكون عندكم هسه كويز بالمحاضره، راح انزل لك اخذ الحضور، بس قبل اخذ الحضور لحظات، هسه نزلت الحضور، راح انزل لكم هسه بالشات، طلاب الكل افتحوا الشات، راح انزل لكم كويز هسه، جاوبوا لي على كويز بالمحاضره للحضور فقط، اللي حيشار حتى لو تشاركون اللينك ويا زملائكم ما راح تنحسب لهم الاجابه، فقط اللي حاضر المحاضره، اللي كان حاضر المحاضره هو يحط له الاجابه، اي شخص اخر ما يحط له الاجابه. اوكي، عندكم ثلاث دقائق، راح انزل لكم هسه لينك مال جوجل فورم. طلاب اسمعوني طلاب، نعم راح انزل لينك هسه على الشات مال ميت، افتحوا كلكم الشات مال الميت. اوكي، راح انزل لينك، ما حنزل لينك، عندكم ثلاث دقائق، خمس اسئله بسيطه جدا ترو فولس، تكتبون اسمكم وتجاوبون عليها ثلاث دقائق، وراء اسد ما اقبل الاجابات. اوكي، ولا تشاركون لانه حتى لو تشاركون ترى اللينك ما راح، انا يعني اخذت الحضور اوتوماتيكيا، عندي لسته بالقائمه الطلاب اللي كانوا حاضرين، اي شخص خارج الحضور ما راح تقبل اجابته. اوكي، راح تنزل لكم هسه اللينك،
يقدرون تبدون الإجابة الآن، عندكم 3 دقائق.